أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة أبنائنا. كما عودناكم في هذا البرنامج أننا نتناول كل ما هو مفيد لكم ولصحة أبنائكم. في حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن موضوع مهم جدا وهو صحة العين، فهي جوهرة قيمة لا تقدر بثمن. فعدا عن أنها تجعلنا نشاهد ونصور الواقع كما هو، فإنها أيضا تعكس ما بداخلنا وتعكس شخصيتنا دون أن نعلم. أتمنى لكم متابعة ممتعة. مشاهدينا الأعزاء، لنتابع الآن الاستطلاع التالي بين الطلاب لنتعرف أكثر حول آرائهم عن موضوع صحة العين. ليش أنت حاطة نظارات طبية؟ لأنه معي انحراف. لأنه معي كمان انحراف. لأنه معي نقص بالعيون. عشان تصحيح البصر. لأنه معي نقص عشان صحح بصري. شو هي الأشياء اللي بتضر بصحة العين برأيك؟ كسرة هذا مسكة الجوال والتلفزيون. التلفزيون والموبايل. أنا ما لازم نقعد وقت طويل على التلفزيون والموبايل. اللعب على الموبايل والكمبيوتر والتقريب للشاشة. بضر الليزر، بضر العين والجوالات إذا ضلينا لفترة طويلة. برأيك كيف بتحافظي على صحة عيونك؟ ما منضل فترة طويلة على التلفزيون أو الموبايل ومراجع الطبيب كل فترة. إنه مناكل جزر ومننام كتير، يعني مو كتير، يعني نام كافي يعني مشان يريح العيون. عدم مشاهدة الأجهزة الإلكترونية والاقتراب منها كثيراً. مننام بكير وما منكون إنه قراب كتير على التلفزيون وما كتير منتفرج ونحمل الجوال كتير. عدم السهر طويلاً وجلوس أمام التلفاز. أما الآن دعونا نتابع الاستطلاع التالي بين المعلمات لمعرفة آرائهم حول نفس الموضوع. أنسي، حضرتك بتلاحظي على الطالب يلي عنده مشكلة ما عم بيشوف عن اللوح، وإذا لاحظتي كيف بيتم التعامل مع هيك طالب؟ أنا من بداية العام اللي بيكون حاطين نظارات يعني لحالهم أنا بحطهم مقاعد أمامية، ومن خلال تصحيح بعض الدفاتر. هلأ في طلاب دغري مباشرة بيقولوا لي عم نشوف أو ما عم نشوف، أنا بحس إنه ربما يكون في نوع من الكذب، لكن وقت أنا بصحح الدفتر وبلاقي بعض الأحرف أو بعض الكلمات مو منقولة من على السبورة بشكل جيد، معناتها في مشكلة. فأنا مباشرة بحاول أول مرحلة إنه أقربه لقدام وبشوف إنه عم يعرف ينقل مزبوط، وإذا استمر هذا الشيء لازم إعلام الأهل إنه ياخذوه على طبيب العيون. طالب وقت ما بيكون نظره مزبوط بيقرب على المنصة أو بيوقف على الطاولة تبعي، فبيصير بقى بيطلعوا إنه شو السبب. بقى أنا بلاحظ إنه ممكن وقت الكتابة أكثر الأحيان، أما وقت الرسم بيضلوا قاعدين مكانهم عادي. فأنا فوراً بخبر المديرة والمديرة بتخبر الأهل، وأحياناً فوراً الطالب بيكونوا الأهل منتبهين لهالوضع، بيحط نظارات ونحن فوراً بنحطه بالمقاعد القريبة. المهم إنه ما يضايق رفقاته، خاصة إذا كان في طول مثلاً بعض الطلاب بنحطهم هيك يعني على جنب حتى ما يضايقوا رفقاتهم. أول شيء إنه أنا بقربه بقعده بالمقاعد الأمامية، إذا كان طويل ممكن جيبه أنا لعندي على الطاولة، بعده عندي على الطاولة مشان ما يضايق رفقاته، لأنه أنا طلابي صغار ما عم شوف كذا هيك فبيبلشوا، فبحطه عندي على الطاولة. أو ممكن بجيب له كرسي قريب لعندي مشان يقدر يشوف ويكتب عن اللوح. أنسي، كيف بيتم التعاون أو نشر الوعي الصحي بين الطلاب لحتى يحافظوا على صحة عينهم إذا كان عندهم مشكلة؟
لا، اول شيء لازم نتواصل مع الاهل او الاهل يجوا يخبرونا يعني انه هذا مثلا ابني عنده ضعف مثلا بالرؤيه، ما بيشوف منيح، عنده نقص، فهدول نحن بنحطهم يعني وضعهم خاص، من قعدهم المقاعد الاماميه، بنساعدهم نحن، بنساعدهم بالكتابه، فبنهتم فيهم اكثر يعني مشان الكتابه الصحيحه طبعا، ورفقاتهم كمان اللي خلص يساعدهم يعني ايه، بنهتم نحن فيهم ومن الاهل كمان. هو طبعا بتواصل احيانا انا مع الاهل اذا لاحظت في مشكله عند الطالب بعيونه وقت النقل من السبورة، طغري يعني أنا بعمل إجراءات إنه بقربهم لقدامي، بس هو ببداية العام الدراسي نحن منصف الطالب حسب الطول، منخلي الطالب الطويل شوي بيقعد ورا والبشكي بين عيونه منخلي قدامنا. أحيانا كمان بنحكي معاهم إنه السهر الطويل على التلفزيون أو على الإنترنت أو هذا بيضر العيون. بيتم التواصل بينكم وبين الأهل، بتخبرون بأي شيء بخص صحة عين الطفل اللي عندهم أو الطالب؟ ايه اكيد. هلا اذا كان ولد مثلا انه ما بحط نظارات، الاهل مو منتبهين، فنحن بنلاحظ مثلا انه الولد كل خمس دقائق بيجي بيسالك انسى شو هي الكلمه اللي على اللوح، فنحن اذا تكرر الموضوع كثير ايه بنتواصل مع الاهل. ايه اكيد طبعا، نحن في تواصل بيننا بشكل مستمر بيننا وبين الاهل الطالب، باي مشكله او اي شيء بيصير للطالب طبعا بنوصل لهم اياه مشان يصير عندهم ادراك على وضع ابنهم يعالجوا. بعد أن أجرينا الاستطلاعات بين المعلمات والطلاب، ما رأيكم أن نتابع ما قاله المرشد الصحي حول موضوع صحة العين وأهميته؟ اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم، عن أهم عضو بجسمنا هو العين. قديه العين هي مهمة. هلا نحاول الكل نغمض عيننا، كل يغمض عينه نقدر بقى نشوف انه الشيء بالوسط الخارجي. طيب احنا قديه احنا لازم كتير مهم انه نحافظ على هذا العضو بجسمنا. عن شو مسؤول العين؟ عن اي حاسة العين؟ عن اي حاسة مسؤولة؟ عن نظر. عن نظر. طيب انا كيف بدي انا حافظ على نظافة العين؟ جيب صابون ومي وبصير غسلها مثل غسل الايدين؟ لا، انتبهوا علي. المحافظة على العين أول شيء بغسل اليدين، الاهتمام بغسل اليدين كثير مهم، لأنه أحياناً أنا باللا شعور بعمل إيدي هيك، بيكون علي الإيد جراثيم أو أوساخ، باللا شعور بكون أنا أذيت عيني. إذا الاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون. مسح العين بمنديل نظيف، يعني مو أنا أي محرمة أو أي منديل بشوفه بمسح عيني، لا، أمسح العين بمنديل نظيف. نحن كطلاب مدارس أنا ما بترك دروسي على الليل وبقعد يلا هلا برتاح شوي وبالليل بدرس، لا، أهم شيء أنا أني أدرس بضوء النهار، لأنه الليل ضوء ما نكافي للدراسة، بيجهد العين. تعرفوا شو؟ انه انا اذا بدي دروس يعني والله مشاغل نيون وشاغل مصباح الكهربائي، هيدا ضوء ما نكافي انه ادرس. فالبدو يحافظ على عينه اول شيء لازم انا ادرس بضوء النهار، لا اترك دروسي على الليل. والشيء اللي كثير هلا مهم لما بدنا نقعد على التلفزيون باوقات الفراغ عندنا، باخذ مسافه بعيده عن التلفزيون، لانه التلفزيون بيصدر منه اشعه بتاذي كرة العين. الموبايلات، الجوالات، الآيباد، الأجهزة الإلكترونية هي، أنه كمان أنا ما ضل ساعات طويلة، لأنه كمان هي بتصدر منها أشعة بتأذي العين. أنا لما بدي أطلع بالشمس بالصيف، موسم الصيف أو بأي كان، بحاول أني أنا أحط بيعة أو أحط نظارات شمسية بتحميلي العين من أشعة الشمس الضارة كتير بتأذي عنا الشبكية. في عنا شيء كتير كمان مهم اللي نحنا ما عم نتقيد فيه، الفحص الدوري عند الطبيب. مفروض نحنا أي حدا فينا كل ستة أشهر لحد السنة أني أنا أروح كاهنتو بهالعمر المدرسي هيدا، أنه أفحص عيني عند طبيب العيون. بالاستحمام لما أنا بدي أتحمم المفروض نحنا كمان نغمض العين، لأنه الشامبو فيه مادة كيميائية بتأذي العين. We'll be right back.
دعونا الآن أعزائي المشاهدين نتابع التقرير التالي لنتعرف أكثر عن موضوع العين وأهميته. العين هي أداة النظر التي تمكننا من رؤية الأشياء من حولنا، فهي جوهرة غالية لا يمكن تقديرها بثمن، فقد بلغ عدد المكفوفين في العالم 40 مليون شخص، ويصاب كل سنة 5000 بكف البصر، وذلك بسبب العوامل البيئية وأساليب وأنماط الحياة والسلوك والممارسات اليومية للفرد، والتي تتسبب في أضرار جسيمة للعيون. ومن أكثر الأمراض التي تصيب العين الرمد والتهاب العصب البصري وارتفاع ضغط العين. ولوقاية العين من الأمراض يجب عدم مشاركة الآخرين بأدواتهم الشخصية والتجميلية الخاصة بعناية العيون، والإكثار من غسل الأيدي وعدم ملامستها بشكل مباشر للعين، واستخدام النظارات الشمسية عند الخروج من المنزل، وتناول الأطعمة الصحية التي تفيد العيون مثل الجزر والخضار الورقية والأغذية التي تحتوي على أوميغا 3، وترك التدخين والابتعاد عن المدخنين وفحص البصر بشكل دوري. أعزائي المشاهدين، يسعدنا أن نستضيف الدكتورة عروبة الأزهري إخصائية أمراض العين وجراحتها لتحدثنا أكثر عن أهمية العين وكيفية الحفاظ عليها وحمايتها. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا. بداية دكتورة، في أي سن يجب أن نجري فحص لعين الطفل لنطمئن على صحة بصره، خصوصا أنه في عمر مبكر لا يعرف أن يعبر إن كان يعاني من مشاكل في عينه أم لا؟ هلا بالنسبة للعين والعناية بالعين والفحص العين، أكيد لازم يبدأ من اعتبارا من اليوم الأول من الولادة. فالطفل وقت اللي بيولد، بعد ما بيولد بيكون طبعا بحطوه بسريره، بيجي طبيب الأطفال بيفحصه، فبده يفحصه، يفحص كل أعضائه، ومن هالأعضاء هي العين. أي ملاحظات خطأ فيها، أي ملاحظات غير طبيعية فيها، يجب تنبيه الأهل أو استشارة طبيب عين آخر. ممكن تكون مثلا العين كبيرة، ممكن تكون العين صغيرة، ممكن تكون عليها مفرزات. المفرزات هي نتيجة الالتهابات أثناء مثلا الولادة، الأم عندها التهابات تناسلية تقلل العين. ممكن تكون في عنا بياض داخل حدقة العين، هذا كمان ممكن يكون ساد ولادي، كمان كله هذا لازم تنبيه الأهل عليه واستشارة طبيب العين. طيب في حال صار دخول المدرسة لازم انه نعمل له فحص معين، ما هيك؟ لحتى نعرف انه بده يحط نظاره ما بده. نحن قلنا انه نفحص الطفل من وقت يوم الولاده، بس من فتره الولاده ولحد دخوله للمدرسه هي بدها تكون هون دور الاهل، مراقبه الاهل. الطفل في عنده اي ملاحظات على عيونه، في مشاكل بعيونه، في حول، في الطفل عم يقرب الاشياء ليشوفها لقدام عينه كثير، عم يقرب على التلفزيون كثير، هون الاهل بيفكروا انه لا، الولد عم يقرب على التلفزيون فهو رح ينضر بالتلفزيون. لا، هو صحيح لينضرب التلفزيون، بس هو عم يقرب لانه ما له عم يشوف. هون في الفتره هي كمان بتكون في لها اهميه كثير، كمان لازم يعني اجراء فحص للعين للطفل، خاصه بهالوجود هالملاحظات هي. هلا وصلنا نحن للست سنين، وصلنا لمدرسه المرحله اللي رح ندخل فيها على المدرسه. هون كمان بده يكون في فحص، يفضل دائما اجراء فحص قبل الدخول للمدرسه لتفادي الشغلات كثيره وامراض كثيره، واهمها تفادي حدوث كسل وظيفي بالنسبه للعين. من اكثر الامراض شيوعا قصر النظر، الانحراف، ممكن تحدثينا اكثر عن هالموضوع؟ هلا هي بالنسبه للامراض سواء الانكسار عند الاطفال او مو بس عند الاطفال، عند الكبار، هي بتنقسم لعده اقسام، اهمها حسر البصر ومد البصر وحرج البصر اللي بنسميه استجماتيزم، وفي عندنا حاله معينه هي الكسل الوظيفي اللي بنحكي فيها. هي كثير دارجه. هي كثير طبعا. بالنسبه لحسر البصر هي العين بتخلق بشكل بحجم معين،
الحجم هذا بيزداد بيكبر بخلال مراحل الطفولة ليوصل لست سنين سبع سنين، خلاص هذا بياخذ الحجم الأساسي، فبيجي أي خيال لشيء عم نشوفه بيجي على الشبكية. هلأ في حال العين كبرت أكثر من اللازم فهذا الخيال ما عاد يوصل للشبكية، رح يكون أمام الشبكية، فرح يساوي لنا شيء بنسميه حسر البصر. إذا العين ما نمت بالشكل الطبيعي وظلت صغيرة فالخيال هذا رح يجي قفى الشبكية ورح يساوي لنا مد بصر. في بعض الحالات الخيال ما بيكون، طبعا هو كل خيال له كل نقطة نحن عم نشوفها الأحداثيات، أحداثيات عمودية وأحداثيات أفقية تتقاطع بنقطة معينة، فهي المفروض هالتقاطع هذا يكون على الشبكية. في بعض الحالات بأسباب أهمها هي اضطرابات بتشوهات بالقرنية، هالخيال هذا ما له رح يجي على الشبكية، رح يجي الأحداثيات مثلا العمودية قفى الشبكية والأفقية أمام الشبكية أو بالعكس، فرح يكون في عندنا مسافة بيناتهم، هذا رح يؤدي لتشوش بالرؤية، هذا بنسميه حرج بصر. الكسل الوظيفي نحن اللي رح نحكي فيه هذا كثير مهم بالنسبة للأطفال بالذات، كثير في حالات بتكون عين سليمة بيكون بيشوف فيها زي ما قلنا 10 على 10 9 على 10، العين الثانية بيكون في عندها سوء انكسار شديد ممكن يكون شايف فيها 4 على 10 أو 2 على 10. طبعا في معاوضة، الدماغ هو بيدمج الخيالين بالعين، ففي معاوضة رح تستمر هيك للست سنين، الدماغ رح يضل يدمج الخيالين ويصحح الرؤية للعمر الست سنين أو سبع سنين إن كثرت من السنين. بعد هالموضوع المصابة الإنسان ما بيعرف، طبعا الطفل بيفوت على هالمدرسة إذا ما أجري له فحص، وبالنسبة لكل عين طبعا على حدة ممكن يتابع وعادي كأنه ما في شيء، ممكن يكتشف هالموضوع هذا بعد ما يصير شاب بده يساوي شهادة سواقة أو مثلا فحص عين بده يدخلها وظيفة معينة. متى ما أنه صار عنا الدماغ لغى الخيال تبع العين المصابة رح نكون هنا ما عاد في عنا حل خلص. فنحن مشان هيك يفضل دائما إجراء فحص دوري قبل الدخول للمدرسة لتصحيح الرؤية بشكل تام. يعني ممكن أنه يتعالج إذا صار كسل وظيفي ما عاد يتعالج، بس قبل منه ممكن. هي خلقة بتكون ولا؟ طبعا هي يعني بتكون في عنا عين في عند سوء انكسار معين شديد، والعين الثانية سوية، يعني العين بيجي الخيال على الشبكية، العين الثانية بيجي الخيال على الشبكية، فمثل ما قلنا الخيال تبع اللي بتكون اللي ما جاي على الشبكية بيكون مشوش، الدماغ بيحاول يدمجه لعمر الست سنين أو سبع سنين. لأي مدى الوراثة ممكن تلعب دور بمشاكل العين؟ ممكن لا، ممكن لا، ممكن بالنسبة لأسوال الانكسار ممكن، بس بالنسبة للباقي كمان لا ما كثير يعني في لها دور بالدراسة. يعني ممكن إذا الأم والأب بيحطوا نظارة طبعا، إذا الأم والأب بيحطوا نظارات معظم الأحيان طبعا بيكون الطفل أكيد معظم الأولاد بيكون في عندهم، بس بالنسبة لأسوال الانكسار، بالنسبة للحالات الثانية قليلة كثير قليلة دور الوراثة. في أغذية معينة بتأثر على صحة العين؟ هلا نحن بالنسبة للعين ممكن نحافظ يعني طبعا مثلا طبعا. إذا طبعا هلا كل ما الانسان تقدم بالعمر رح يكون في عنا اكسده للعين، في شوارد حره وجذور حره بتترسب ضمن الخلايا، اكسده طبعا خلايا العين عفوا، فخاصه بالنسبه للخلايا الشبكيه، فهذا بيساوي اعتلال بنسميه اعتلال لطخه صفراء شيخي. هي اللطخة الصفراء هي القسم بالشبكية المسؤول عن الرؤية المركزية، فهذا مع العمر بيصير هالاعتلال هذا أكسدة، يعني أكسدة يعني أي شيء نحن أي شيء بتغير على مع الوقت، فهي الجذور الحرة هي بتترسب على ضمن هالخلايا هي بتغيب الرؤية المركزية، بتصير في بس في عنا رؤية محيطية. نحن في هلا هي القصه هي انه في بعض الاغذيه اللي تحتوي على فيتامينات مضاده للاكسده، هي فيتامين A C E، في عندنا ماده اللوتين، ماده الكاروتين، الاوميجا 3 اللي هي تحتوي على فيتامين د، هي كلياتها مضاده للاكسده، طبعا موجوده بالخضار بالفواكه، السبانخ هي اكثر شيء فيها، السلق بالنسبه لماده اللوتين موجوده بالبيض، وبالنسبه للاوميجا 3 موجوده بالسمك، ويعني اكثر شيء بالخضار موجود. ومو شرط يعني بعمر الطفوله، ممكن الواحد على كبر كمان. لا هي على كبر، على كبر هي بالنسبه اللي احنا الاكسده الخلايا هي بتصير على كبر، فنحن هون وقايه طبعا اللي اذا بلشنا بالوقايه من الصغر ونحن عم ناخذ الاغذيه هي المضاده للاكسده اكيد رح تتاخر التاثيرات الشيخوخه على الشبكيه. في وسائل أو تمارين معينة مثل أي عضو بجسم الإنسان
نعمل له تمارين لحتى هلا هو ولا العين؟ لا سؤال حلو هذا. التمارين هي امتى بنعملها؟ بنعملها وقت بيكون في اجهاد بالعين. الواحد قاعد عم يقرا كتاب فتره طويله، ماسك الموبايل عم يشتغل فيه فتره طويله، هون بدنا نريح العين وبصير في عندنا تشنج بعضلات العين. نريح العين ممكن في تمارين بسيطه بنقدر نجريها، انه مثلا عندنا الكرسي اللي بعيد اللي انت قاعده عليه، عندي انا هاي الطاوله، طاولة إلى حافتين، حافة إليك قريبة منك وحافة قريبة مني، ممكن أنظر أنا للكرسي لهي الحافة، بدل النظر هذا عندي مدة 6 مرات، بدل المسافة اللي الصغيرة هي اللي هون كمان عندي كمان 6 مرات، يعني حركات عين إنك أنت تريحي عضلات عين ترخيها. بس هي طبعا للإجهاد. إذا واحد قاعد على الموبايل مثلا كل على الموبايل نحن مو دائما بدك تساويها، هي نسويها مثلا الصبح سويها المساء مساء اكثر طبعا. نحن ما بننشد كمان عضلات العين. ايهما افضل برايك لصحه العين، الضوء الاصفر ولا الابيض ولا نفس الشيء؟ هلا هو بالنسبه للضوء الابيض نحن اللي فيه الاشعه الزرقاء، فهي هي الاشعه الزرقاء طبعا هي مضره للعين، بس بما انه نيون عم يعني منتشر الاشعه ما لها مركزه، لا مثلا انا الموبايل نحن عم نمسكه هذا عفوا التاثير الاشعه تاثير مركز وقريبه للعين، بينما وقت بتكون الاشعه منتشره فهي ما كثير رح تكون تاثر على العين. الضوء الاصفر ما في هذا الاشعه الزرقاء، بس في عندنا شغله هلا هذا الضوء الازرق نحن اكثر الابيض اكثر شيء بحطوه بالمكاتب بالمصانع، لانه اللي هو الاشعه الزرقاء هي بتاثر على ماده اسمها الميلاتونين بالجسم، هي هرمون، هذا الهرمون هو هرمون النوم، فهي بتنقص هالهرمون، فبيكون هالضوء الازرق هذا بنهار اثناء العمل اثناء بالمكتب رح يعطي نشاط اكثر، فبنجي على البيت لا خلي الضوء الاصفر افضل، لانه هذا ما رح يساوي ينقص الميلاتونين، بالعكس بيعمل استرخاء اكثر. كم ساعة يمكن أن يقضيها الطفل؟ ما أنه هلأ بتعرفي الأطفال كلها متعلقة بالموبايلات والأجهزة الذكية، كم ساعة يفضل أنه يقضي يلعب على الموبايل؟ هلأ هو بالنسبة للطفل ل 18 شهر ما لازم، من الولادة ل 18 شهر ما في نمسكه الموبايل، هلا نحن هون ما حدا بيرد بيعطيها الموبايل يقعد بيلعب فيه الولد، ايه بينما من السنتين للخمس سنين يعني لو ما رح يمسكه الولد رح يمسكه، فاكثر من ساعة ما بيكون ما لازم نعطيها اكثر، حتى في دراسات هلا عم تقول انه لا ما بينعطى الولد الموبايل اللي هو في له تأثيرات سلبية على العين ابتداء من 13 سنة وطالع. بالنسبة للتلفزيون نفس الشيء ولا أخف خطورة؟ طبعا هي المسافة اللي حتكون متحكمة فيها مساحة التلفزيون ومتحكمة فيها كمان مساحة الغرفة اللي قاعد فيها، فنحن هلا مساحة التلفزيون إذا كان كبير هذا بده غرفة واسعة، طبعا إذا كبير وقاعد قدامه طبعا رح تأثر، لأنه هي رح تصدر أشعة، هي أي شاشة سواء التلفزيون أو الموبايل أو الكمبيوتر بتصدر أشعة زرقاء، هي رح تصدر أشعة زرقاء بكمية كبيرة. بالنسبة للتلفزيون إذا كان صغير مسافة 2.5 متر 3.5 متر مو مشكلة، إذا كان كبير طبعا 4-5 أمتار. هلا بيقولوا إنه الشاشات يعني أقل خطورة طبعا أقل مفلترة طبعا يعني. أكيد أهم النصائح اللي ممكن تعطينا إياها لحتى الطفل يقدر يحافظ على عيونه أكثر. نحافظ على عيوننا من الطفولة وللكبر. فهي النصائح نحن رح تبتدي مثل ما قلنا من يوم الولادة، متابعة طبيب الأطفال للوليد وإذا في عنده أي مشاكل. العناية بصحة العين هي رح تتضمن إنه وقاية العين من الالتهابات، وقاية العين من الرضوض، وقاية العين من إنه يصير في التدهور بحالة بالنسبة لأسواء الانكسار. هلا وقاية العين من الالتهابات هي رح تبدأ من اليوم الأول للولادة بملاحظة طبيب الأطفال إذا في عنا أي مفرزات على العين معالجتها بمعالجة كافية، أثناء كمان أثناء الطفولة اللي قبل المدرسة كمان هون بنكون ملاحظة الأهل، العناية بالنظافة، صار أي التهاب عند الطفل بالنسبة لعينه، صار أي مفرزات كمان مراجعة الطبيب، أثناء طبعا دخوله للمدرسة ضمن المدرسة كمان العناية بنظافة اليدين والتنبيه على النظافة هي. بالنسبة كمان الكبار العناية
بالنسبه للصبايا العنايه بالادوات التجميل، خلي كل واحد ادوات تجميله لحاله ما تعطيها لحدا، العنايه بنظافه عدسات اللاصقه، وبالنسبه لل طبعا الوقايه من الرضوض من هنا الصغار، الالعاب اللي ما بتحتوي على مواد يعني اشياء معدنيه، بالنسبة للمدرسة كمان الانتباه للمدرسة المعلمة اللي قاعدة عندها الأطفال هدول، في عنا الحدادين اللي بيستخدموا الحامل الأكسجين، هذا كمان استخدام القناع الواقي بحال وجود أي ردود أي ردود أي رد لا نستهين فيه، لأنه ممكن يكون الرد خارجي ما في شيء بس ضمن العين عامل مشاكل كبيرة، صار الرد ضمن المدرسة، صار الرد ضمن الصف، المفروض فورا أنه مراجعة أقرب مركز للفحص العيون. بالنسبة لنا كمان الوقاية من تدهور حالات أسوأ الانكسار، طبعا هي بالفحوص الدورية اللي قبل دخول المدرسة، والعدم الاستهانة بأنه بولد مثلا أحيانا بيصير عنا بيجي بنت ما بنلبسها نظارة مشان ما حدا يقول عليها حاطه نظاره، لا انتم هيك رح تدهور الوضع في قبل هالبنت، هي مع الوقت ما عاد تشوف بالمره ونتحول لشيء ثاني اكثر من انه النظاره. طب برايك الفحص الدوري كل قديش للشخص السليم ممكن يعمله لا حتى يتدارك هالموضوع، وللي بيحط نظارات كل قد لازم يعمل للشخص فحص السليم دوري؟ للشخص السليم كل سنتين كل ثلاث سنين مو مشكله. بالنسبه لاي عمر كان اي طبعا اي طبعا عمر. طبعا وخاصه بالنسبه لفوق ال40 احنا بنعمل نظارات للقريب، نظارات مد البصر الشيخ اللي بنسميه، هذا كل سنتين تتغير النظاره. بالنسبه للي عنده نظاره بالاصل هذا يكون اذا كان كبير بالغ كل سنة، وإذا كان بالنسبة للأطفال كل ست أشهر. وبالنسبة للأطفال بعمر المدرسة كل قد كمان لازم نعمل لهم فحص دوري؟ هلا نحن رح نعمل فحص قبل المدرسة. دخلوا على المدرسة؟ دخلوا على المدرسة، في عندنا مشكلة، في عندنا مشكلة ما بيحطوا نظارات، ما بيحطوا نظارات كمان كل سنتين ولا كل سنتين؟ كل سنتين، إذا ما في مشكلة كل سنتين، إذا ما صار أي مشاكل. شكرا كثير لك دكتورة على هالمعلومات الحلوة اللي أعطيتينا إياها وأغنيتينا فيها. يا أهلا وسهلا. نشكركم أعزائي المشاهدين على طيب متابعتكم، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة ومواضيع متنوعة. طابعت أوقاتكم.